واتس اون ام تي في مشاهدينا، وبأول محطة بنرجع نتذكر شو حضرنا سوا امبارح على شاشة الام تي في. وقبل ما نلقي لمحة عن واحد من البرامج بدي أذكركم بخدمة الوي بلاي، من خلالها بتقدروا تحضروا أي برنامج أو أي حلقة على راحتكم، أكيد عبر ويب سايت الام تي في mtv.com.lb وكمان عبر الام تي في أبليكيشنز. أما هلا امبارح سهرة الأربعاء دائما بتتميز بالألعاب المسلية والمهضومة ببرنامج مينت تو وينت مع وسام بريدي، هالبرنامج اللي برم العالم وعم نقدمه بالنسخة العربية وتحديدا اللبنانية على شاشتنا. ضيوف عم بيكونوا من لبنان ومصر. الألعاب منا كتير صعبة ولكن بتتطلب الدقة والتركيز لأنه الوقت هو عامل أساسي معهم، دقيقة واحدة حتى ينفذوا كل لعبة، وكل ما فازوا باللعبة بيتقدموا نحو الجائزة الكبرى اللي هي ممكن توصل لل 150 ألف دولار. وكمان بعد منت تو وينت مشاهدينا، كنتوا على موعد امبارح المساء مع الزميل وليد عبود بحلقه جديده من بموضوعيه، وضيف الحلقه كان الوزير السابق وئام وهاب. رح نتوقف هلا مع لمحه عن حلقه امبارح من منت تو وينت. اللعبه تبدا بعد 3 2 1. يلا يا باتريك، يلا عظيم 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 باتريك. ايه باتريك، ايه ايه كتير منيح. يلا يا باتريك، يلا باتريك، غيره غيره غيره. 40 ثانيه مرتاحين. عمهلك 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 يا باتريك، عمهلك يا باتريك، عمهلك. ايه ايه في 30 ثانية مرتاحين. 20 ألف دولار عم نلعب عليهم يا باتريك، 20 ألف دولار يا باتريك. الجامعة كلها يا باتريك، الجامعة كلها يا باتريك. رحنا 20 ألف دولار. ألف مبروك لك باتريك. هيدا هو الإصرار الحقيقي، هيدا هو وقت الإنسان بيحط هدف براسه وبده يوصل له، أكيد 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 بيوصل 100%. حلوين 20 ألف دولار. أنا كنت مقعدني على أعصابي لأنه بعرف إنه في إلهم هدف، بعرف إنه أنت جاي كرمال تربح هالمبلغ، كرمال توصل للجامعة. أكيد ريحتني. باتريك 20 ألف دولار ربحناهم، بدنا نكفي أكيد نطلع على الـ40 تنعمل تاني سنة. حلقة امبارح كانت من أحلى الحلقات من برنامج منت تو وينت، وشفنا المشترك باتريك قد ايه كان مبسوط ومتحمس، وبالفعل بيستاهل الجائزة اللي قيمتها كان 20 ألف دولار، لأنه حسب ما عرفنا هيدي كان رح يستعملها حتى يكمل دراسته. فبنقول له ألف مبروك، بتستاهلها يا باتريك. أما هلا رح ننتقل على الزعرور مطرح ما ناطرتنا جينيفر عزار حتى توفينا بكل تفاصيل حالة الطقس عندها. هاي رولا. هلو جينيفر، تفضلي كيف الطقس عندك؟ كثير حلو عينا بكير، نحن بدنا نستفيد من الطقس الحلو. الشمس كثير قوية يعني مثل ما عم بتشوفوا، هالأجواء الحلوة مكفية معنا اليوم وبالأيام اللي جاية. هالأجواء الربيعية رح تخلي طقسنا دافي، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية لمثل هالوقت من السنة، وسببها المنطقة من الضغط الجوي المرتفع موجودة فوق لبنان. لكل يلي أنا بدي أقول لكل يلي بعد ما قرروا كيف رح يقضوا الويك اند اللي صار قريب كثير، بنقول لهم انه طقسنا مناسب وين وكيف ما قررتوا تقضوا نهايه الاسبوع. نحن موجودين يعني بس على بعد 30 دقيقه بالزعرور كلاب، ومش ضروري ابدا تكونوا بتعملوا سكي حتى تقضوا نهار حلو هون. زعرور بيقدم لكم مجموعه نشاطات لكم ولاولادكم باجواء كثير حلوه ومناظر احلى. نحن ناطرين لكم تكونوا كثار، وانا برجع بطلع عليكم خلال النهار. عوده لالي كرولا.
شكرا جينيفر نيالك. نحن اشتقنا نعمل حلقه اللايف من الزعرور. مثل ما بتعرفوا مشاهدينا طلعنا عده مرات وطلعنا عليكم من الزعرور كلب، وكانت بالفعل اوقات ممتعه. بتامل انه نرجع نعيدها قبل ما يخلص موسم الشتي، ومش ضروري تنطروا الويكند مثل ما قالت جينيفر حتى تطلعوا على الزعرور. اذا اليوم عندكم هيك عده ساعات او بكره نهار فرصه، فيكم تتوجهوا على الزعرور كلب حتى تمضوا نهار ممتع بالاجواء الحلوه وعلى الثلج الابيض. هلا رح ننتقل لطابق واحد لتحت مطرح ما ناطرين ألبير وإلي وتفاصيل لحلقة اليوم من تكنولوجي. هلو أجين، كل يوم على الام تي في في شيء مميز. هلا نهار الخميس سبيسيال، اول شيء في ما في مثله بعد حلقه بعد الاخبار، يعني بنكون مع الشخصيه اللي بنحبها من فريق ما في مثله. ومن بعد ما في مثله على 9:30 رجع بروجرام حديث البلد مع منى ابو حمزه، وبروجرام يلي صار فيه تجديد من ناحيه الديكور من ناحيه المضمون، بس بعده نفس الروح نفس البرنامج يلي بنحبه، منى يلي بنحبها. واليوم تشوف كتار منهم رح يكون في مين رح يكون فيه؟ رح يكون في عنا أول شيء الإعلامية والممثلة ريتا حرب يلي رح تحكي عن مسلسل حياة سكول، رح يكون في إطلالة كتير سبيسيال للفنانة ديانا حداد يلي صار لها 8 سنين ما طلعت على أي تلفزيون، اليوم رح تطلع على الام تي في بحديث البلد ورح تقدم ألبوما الجديد يا باشا. رح نشوف كمان مشاهد من الفيديو كليب تبعها الجديد لغنية الأرض غنت ميجنا. كمان رح يكون في مواهب مثل موهبة ميشا الحاجة اللي رح ترسم صورة لشحرورة صباح بالشاي. هولي بعض الأشياء اللي خبينكم إياها. رح نحضر البروموشن سوا. في منهم عم بيقولوا انه نيالك على الشاب اللي قاعد بوجهك. ما بعرف اذا عم بيحكي جد ولا عم بيمزح. هيدي سمعتها كثير. أمورني موديل أو ألوان. نعيم كل الحلقة؟ لا نصها نصها. ليلتك بيضة. اعتبر حالي معزومة. معزومة. معزومة ولا بدون زومة؟ مثل رسالة موجهة لإلي. لما عسالة بترضى الكل بيرضى، ولما عسالة بتزعل الكل بيزعل. الله يستر. الغنية بتوصل أكثر من الحكي. كتبت لي أي لاف يو مام. أنا وين هلا بالنص؟ حديث البلد ليلة 9:30 على الام تي في. لكن اليوم بعد الاخبار ما في مثله حديث البلد. بعد نتوقف بريك قصير نرجع بنلاقيكم. بالقسم الثالث والاخير من واتس اون ام تي في بنذكركم مشاهدينا بابرز البرامج اللي عم بتابعوها حاليا على شاشتنا. نبدا مع البرامج والفقرات الخاصه بزمن الصوم. كل يوم ضمن اللايف مشاهدينا عم نقدم لكم فقره خاصه بزمن الصوم بعنوان المسيح ولبنان، اللي بتستعيد مقتطفات وجدانيه وروحيه من برنامج حواري اختارته الام تي في من ارشيفها الغني، بيجمع بين المفكره والاديب الراحله مي المر وال أب الدكتور يوسف مونس. كمان خاص بزمن الصوم وكل نهار أحد ضمن اللايف فقرة بعنوان مع المسيح، بيتخللها شهادات خاصة حول الكنيسة والكتاب المقدس والحياة مع يسوع المسيح المخلص، ضمن شهادات مميزة وعميقة لرجال دين وأشخاص مميزين من مختلف الطوائف المسيحية. وكمان المشاهدين الصغار لهم حصة ضمن برامجنا الخاصة بزمن الصوم. كل يوم الساعة 4 بعد الظهر لهم موعد مع مسلسل برسوم متحركة حول الكتاب المقدس، حيز على جوائز عالمية كتيرة تحت عنوان سوبر بوك. وأكيد نتمنى الصيام مقبول لكل الصائمين، وإن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والصحة. أما بقية البرامج بتشوفوها خلال الأسبوع على شاشتنا. خلينا نحكي شوي عن المسلسلات اللبنانية اللي عم تحقق نجاح كبير مؤخرا، منهم حياة سكول مع مجموعة من أبرز الممثلين. حياة هي امرأة مطلقة بتقرر تعبي وقتها وتاخد وظيفة بمدرسة، وبالفعل بتعمل هيك، ولكن تكتشف أمور كثيرة ما كانت محضرت لها ضمن المدرسة، إن كان مع الهيئة الإدارية أو زملائها بالتعليم أو حتى تلاميذ بذاتهم.
ننتقل لسهرة الثلاثة مشاهدينا، وأكيد الموعد المنتظر هو مع هيدا حكي برفقة عادل كرم بموعد جديد أكيد الساعة 9:15 المساء. وكمان الأربع بعد الأخبار أنتم على موعد مع برنامج ألعاب مميز بيجمع مشتركين بين لبنان ومصر من تو وينت مع وسام بريدي وضيوفه، وبذكركم بالجائزة الكبرى اللي بتوصل قيمتها ل 150 ألف دولار أمريكي. بعد من تو وينت أنتم على موعد مع برنامج سياسي بعنوان بموضوعية مع الزميل وليد عبود، هيدي الساعة 10:15 المساء. أما مننتقل لسهرة الخميس، وأكيد الموعد المنتظر هو مع البرنامج الكوميدي الأول ما في مثله مع كل الشخصيات اللي بتحبوها وبتنتروها كل سهرة خميس. وبعد ما في مثله مشاهدينا أنتم على موعد مع منى أبو حمزة وكمان نعيم حلاوي اللي هو صديق البرنامج بالموسم السابع وضيوف حديث البلد. شو بعد في؟ بعد في أكيد البرنامج اللي كلنا عم نحكي عنه وننطره كل سهرة أحد على شاشتنا، Dancing with the Stars اللي أدهشنا بالحلقة الأولى، كان في مفاجآت كتيرة ويمكن أهمها كانت ظهور المشتركين لأول مرة، كتار منهم فاجأونا بالمستوى العالي اللي أدوا اللوحات الرائصة فيها. خلينا نشوف مشاهدينا بروموسيون لـ Dancing with the Stars. بعد موسمين من النجاح انا اشتقت لكم كثير، اشتقت so amazing to be back. انطلاقه الموسم الثالث شيء رائع، كانت اضخم من التوقعات. الموسم الثالث يجمع للمره الاولى 13 من نجوم لبنان والعالم العربي، ومن لبنان للعالم العربي نجوم Dancing with the Stars عم تلمع من جديد. ليك وسام ما تغار، تحدي هو عنوان كتير كبير هالسنة، تحدي في حماس في شغف، بلعت السنة رقص على أمل إنه هالعالم العربي يصير كله يرقص، وأجواء ولا أجمل. تسعة بأول لايف بأحد مباشرة بعد الأخبار على الام تي في. That is how you start a show. ويلعني إذا فهمت عليك شي كلمة. أخذنا فكرة أولى عن كل المشتركين بالحلقة الأولى من Dancing with the Stars، وما في شك مشاهدينا أنه مفاجآت كثيرة بعدها بانتظارنا، وأكيد أهم نجوم لبنان والعالم العربي راح يكونوا ضيوف هالبرنامج بحلقات لاحقة. كل واحد منا بلش يكون إذا بدكم فكرة أو اختار نجمه المفضل لحد اليوم، ولكن أشياء كثيرة ممكن تتغير، الأداء أكيد راح يتغير، واللوحات الرائصة بدون شك عم تدهشنا أسبوع وراء أسبوع. هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا، بتأمل تكونوا استفدتوا من كل المواضيع اللي قدمنا لكم إياها. نعرف أنه وقتكم محدود، لهالسبب نحن منحاول نختار كل المواضيع والأمور اللي ممكن تهمكم. إلى اللقاء بحلقة جديدة من ألايف. بكرة بي ألايف بي أب تو ديت أخبار من لبنان والعالم، بي هارسكوب توقعات اليومية بالإضافة لخصائص برج الحوت، بي واتس كوكينج رز بتفين، بي فواياج فواياج راح نسافر سوا على وهران ببلد الجزائر، وبي ريليشن شيبس راح نحكي عن الدمج بالس، وبي فاشينيستا رولا كعدي راح تحكي عن حفل الأوسكار وأجمل أزيائه.